ثم استوى سدوا كرنا استوى مركا على العرش دور جرى اين سو مرنا ايدا او كره وحين انه سو شيغني ان استوهاسي علماء علماء اهل السنه والجماعه سلفا وخلفا كوي هر يا كوي دمبه جمهور المسلمين يا علماء اهل حق ان اي لبا مذهب كوكل ليهين مذهب ليرا تفويض يا مذهب ليرا تاويل مذهب كتفويض كليرا معنيه سو يحي سدا جلالين كبا او كومري استواء يليق به ان لا يراهدو استوى هن سدا ويلهي او شيغاي بينو اورمايناي وانا سي الهي او عننتا واسي ويلهي اوغيهي اي سي ادمهن اينو غران كارينو اما سدا ادمها او الهي سبحانه وتعالى ادمه لوو شبيهي كارو ما اهم عنه ويه منا اها ان الهي عرش او دول فريستي اما الهي ميل ولا يحي اما ميل اي قاداي واسي الهي سبحانه وتعالى او غرانيو او كدوان تن مسخدينا كوسو دغدغيسا اي مخلوق وايو إلهي وحو يري ليس كمثله شيء إلهي إسغو كرعدنا معها إلهي عدنا اللمد معها أفعاشيس صفات كيس ذات ديس إلهي ولم يكن له كفوا أحد وحال كان كل مي قول مشبه الله إلهده أو إلهي خلق جيس وإي كيسي أو سيدي مخلوق إلهي سبحانه وتعالى كسفي وتفويت كاسي مذهب قاو حمراي سيده انه هورو شيغني امام ابن كثير ايا كو شيغي ماركا تفسير كيسا وا تفسير كي امام ابن كثير كاني وا جزكي لباد عان هله وا دبعداسي ان ماركاسي دارو الفكري جمعيه احياء التراث الاسلامي وي وا صفحه 264 بلو فيرسو هلكا فللناس في هذا المقام مقالات كثيره واستوى مركي او ريسي قرانك كوسو ارورتي إمام ابن كثير فصيريا وحو فصيريا سورة أعراف آية أفر يكون تنات وحو فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا هذا اللبضا أي يددك آية أي كله ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك وحان مرينا أنبري في هذا المقام مذهب السلف الصالح سلف كي وناكسنا مذهب كيسي مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد سعدي والشافعي وأحمد وإسحاق ابن الراهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو وحوي بمذهب كأئمة أصدمي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه وإن آيدا لقص عدسية صداع كتمد من غير تكييف يدون لكيفية لو سمينين وان صداع يصداع لأورنين ولا تشبيه إلهين خلق لو كيسينين ولا تعديل لنا عدلين وان لأورنين صفة استوى الله يرهضا ما مجرت آن لأورنين والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله سيد الظاهر كي آيات الظاهر كيدا أي ذاتك قاركو فصيري كران كسو موقنا يسي المتبادر أستقدق يسي إلى أذهان المشبهين ذاتك اللي خلقي يسي كشبها مسكح دو دو أستقدق يسي أو علشان كدر الفريسي أما كدر سغنان أما إن إلهي ميلي أي قاضي أما مكان أو كوبي أما إلهي جهة أي كوبتي ظاهر كامشبهين تمسكح دو دو أستقدق ياي منفي عن الله مد إلهي كأن في سنوي أو إلهي سبحانه وتعالى آل لقوت المام كريم فإن الله إلهي لا يشبهه شيء من خلقه شيء خلق جيس كم مدي مشبه مركام مسكح هذا سيد آدمها إلهي هأصو ريسن استوى على العرش سيد جلالين كوكيري سلف كنا أي كيرهدين استواء يليق بجلاله ألا وأجيهي أنغا مسكح ده أنه آن كوبي كريم له أو تفويض سمع سيد إمام ابن كثير رمان أعمدي سلف كأمر كاكسو النقلي كاسوا مذهب كتفويت كالي راخدو مذهب كاكالي ومذهب كتعويل كالي را وتفسير كاينو يمكن أنها إنها شيخ المفسرين مفسرين تؤردن شيخوكي إمام كي إساقوا علماء السلف كمدها ابن جرير أطبري مركا وحينو هينا جسكا كواد دار ابن الجوسي أيينو هينا إساقنا استيوها أوحو كفسري سورة البقرة آية السقالي اللباتانات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وحينو هينا صفحة أفر بقول يصدر وحو يري فكذلك
ذلك فقل على عليها وحاتر أهضا على عليها إلهي سمضى وككر نغضي علو ملك وسلطان ككر نقش بقرتوي يمامل لا علو انتقال وزوال معها ككر نقش قورد يسولد أو انتو إلهي ملك لجوغي أو مالي قادي سبحانه وكدقاقو كقوري وكدمركو سموين كي أبوري وإلهي سموين كي أما عرشها ككر نغضي ما أهبو يريه وحاد كفا سرطا علوغة ملكة يا سلطانات سلطانات يا مامولكة يا قهرقة كفا سر كان وحالي لا تأويلو يعني استواء بالله ما معنى لي ككر نقشة دا نمكا كرسيقا عن طول فريستي أوكال استواء والي رهضا ككر نقشة دا مامول أما دول هدي آن قبصد أوكالنا أما آن ككر نقضي هبل دون نقا سلام مري والي رهضا يو قد استواء بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي قبل قا عربت بي علم دو دليش دانو ننقا بشر اللي رهضا وحو قبصد عراق استواء آن سيف استعمال ديقنا آن دادن آيرون بوك عن تكرده قد استواء بشر على العراق ده ودن كعراق لا يراي ودن بطل فريستي معنه ما هي وككر نقضي وككر نقش مامل وقعن كدهد هذا با بمعنى إن لقو فسيرو استوى هاسي كام حان إلى هدايا اللهم صل على سيدنا محمد تأويل كاسو لا يراد ثم استوى إلهي سبحانه وتعالى وحو كسر مري على العرش عرشك كسر مركي مامل أو إلهي سبحانه وتعالى عرشك أو مخلوقاتك أوين أيو مامل مخلوقات كي كلنا اسكبداوي لبدا مذهب أي علمدو كليهين ويا معنه أو لبدا با اسكوا فقصن تفويد يتأويل وحي اسكوا فقصن تفويد كنو حلو ومعناه إلهي قرانيو سيدح قلي مينو تأويل كنوح له معنى الله اللائقة لفظه استيوانا معاني ديس عربات كأف عربي أهان كم إذا أيام كفا سرنا لابدو با سنة وحي اسكوا فرسيهن لابدو با إن إلهي وكنزهي هاي معنى هندد كأسود دقدقيا والظاهر المتبادل إلى ذهن المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وكاشيخ كيري إمام ابن كثير ثم